السلام عليكم. احنا النهاردة على الطريق الصحراوي، معكم محمد عبد القادر، بنصور 9 فهدين. تسع فهدين ملك نهائي. ده المبنى، الفيلا اللي في الارض، ده سكن العمال وعنبر صغير بمزروعة كلها ذرة. الارض فيها بيرين، بير 700 خاص بالارض، وبير 1000 مشترك. ده التسميد، دي نخلة جوافة، أرض كلها ذرة، تزرع محاصيل 1.5 كيلو من الصحراء ومصر اسكندرية، و500 متر من الأسفلت الفرعي. ياريت تدعمونا باللايكات، والمش مشترك في القناة اشترك، اشتراك مش إجباري. مطلوب في الفدان الواحد 1,100,000 في الفدان الواحد. وعلى فكرة دي فرصة، 3.5 كيلو من الصحراء ومصر اسكندرية، 500 متر من الأسفلت الفرعي، موقع محترم، استراحة فيه، فيه خدماتك، كل حاجة جنبك. تربة حمراء فوق الممتاز، جنب الارض اللي انا فيها 9 فهدين تانيين فاضيين، مية وكهرباء، ما فيهاش صراحة ولا في اي فيلا ولا في اي حاجة، مبيوعة ب1,300,000. الراجل بيبيع جد، يعني مش بيع كلام. في ناس بتقول لك انا ببيع، عاوز يسمع اسعار بس، ده الراجل بيبيع وعاوز 1,100,000. طبعا بالنسبة للفيلا، اول ما تيجي حضرتك على المعاينة هندخلك وتشوف براحتك. هاي الارض واخدة مية، تشوف شكل التربة، بسم الله، اهو حمرة دم، حاجة بسم الله ما شاء الله، فيش نسبة أملاح، تربة حمرة ما فيهاش نسبة أملاح. العفش والحاجات دي لازم يطلع من التسميد والكلام ده كله، بعد ما بيخلص المحصول بتاعه بيشيل الكلام ده كله. هقولها تاني، المنطقة اللي أنا فيها على الصحراوي مصر اسكندرية فرصة، فرصة ما تتعوضش.
انتوا عارفين طبعا الاسعار عند سفنكس عامله كام. منطقه سفنكس معروفه الاسعار بتاعتها، واي فيديو تبعي تشوفه، اي حاجه هتشوفها زراعه، اي حاجه هتشوفها زي ما شفتها في الفيديو هتيجي تشوفها على الطبيعه. ما بصور لكش حاجه ونيجي نوريك حاجه تانيه. ما بنديكش سعر وتيجي سعر مختلف. او ممكن اقول لك ده 800,000 تيجي تلقاها ايه 1,100,000. ما عندناش احنا الكلام ده خالص. انا عارف المنطقة وعارف الاسعار وعارف ده باع بكام وده اشترى بكام، عارفين الاسعار كلها. ودي امانة، انا بنجيب لكم الحاجة النظيفة، الحاجة اللي هي كويسة اللي مفيهاش مشاكل، ورق سليم، منطقة امان، الناس اللي فيها ناس محترمة اللي في المنطقة كلها. الحمد لله انا بنجي الشغل بتاعي، في حاجات انا ما بصورش فيها وحاجات انا بصور، وعندي شغل في كل مكان. ده ما يزعلش اي حد كلامي، ده ما يزعلش حد. انا اهم حاجة عندي شغل يبقى شغل نظيف ومش كلام، تيجي وتشوف على الطبيعة. والراجل طالب 1,100,000 تيجي برضو تقعد معاه وان ربنا يسهل، ندوس على قد ما نقدر. انا شايف الموقع ده موقع محترم جدا والله ما ينساب. النهاردة ب1,100,000 بكرة هتلقى اسعار تانية، وانتوا كلكم عارفين الاسعار كل يوم في جديد. يا رب يوفق الجميع، والناس اللي نزلت معانا قبل كده عارفة شغلنا كويس وعارفانا كويس الحمد لله. ده مكان التسميد، نقول لكم برضو على المعلومات على السريع ونسيب الفيديو كاميرا في الارض كده. مية وكهرباء، حول كهرباء مشترك، بير خاص بالارض ملوحته 700، وبير مشترك ملوحته 1,000، 3.5 كيلو من الصحراوي، 500 متر من الاسفلت الفرعي. معلومة تاني، ال500 متر الطريق من 17 ل18، هو الراجل بيقول لنا 20 متر بس انا بقول لكم من 17 ل18 متر الدخلة الطريق. وهنسيب لكم الكاميرا تتمشى شوية تصور لكم الارض براحتك. شكراً.